ادو ادو اللي كنت خايف منه حصل. ايه اللي حصل؟ اختي رجعت واكيد عرفت ان انا نصبت عليها في المقص وراجعه هتاخده. طب انت هتعمل ايه؟ انت كده لازم تديها كل نصيبها في الورث. بص هو دلوقتي متاكد 100% ان انت اخته، لازم دلوقتي تهدديه عشان يدينا كل الفلوس ونطلع بره ام البلد دي. ماشي هتبره حصل. ايه يا شيماء؟ لو ما رجعتليش الورث بتاعي اللي نصبت عليا فيه زمان انا هدفع عليك قضيه واحبسك. يا شيماء والله العظيم ارجع لك ورثك، انا ما حدش بيكره اخته، انا فرحان برجوعك والله. اديني مهله يومين وارجع لك ورثك كله. ايه ها عملتي ايه؟ خلاص اقتنع ان انا اخته اللي رماها زمان وهددته وقلت له ان هو لو ما ادانيش الورث هحبسه وخايف، وقال لي بعد يومين هديك الورث بتاعي. بس هو ده اللي انا كنت عايزه. انت جايبني هنا ليه وعايزني ايه؟ انت كتبت كده ليه؟ اقعدي هنا كده، اللي بينك وبين ازم ابن عمي زي ما هو ابن عمك. بقول لك انا عرفت كل حاجه، هتحكي لي ولا لا؟ مفيش حاجه. لا انت شكلي كده هستعمل اسلوبي التاني، هتحكي ولا لا؟ خلاص انا هحكي لك كل حاجه.